كابتن خالد، يمكن قلنا بين الشوطين الروح، وروح الفانيلا الحمراء يعني بتظهر في الوقت القاتل. النهارده النادي الاهلي كان تاخر في الشوط الثالث فرق 11 نقطه. الروح والاداء والدفاع عوضنا وفرقنا وحافظنا على الاربع خمسه بونت في الاخر. الروح يا كابتن. ألف ألف مبروك لفريق النادي الأهلي الباسكت. المجهود واضح والشغل الفترة اللي فاتت دي باين، وروح الفنانة الحمراء النهاردة كانت باينة بقوة. حصل دروبات في الماتش على مدار المباراة في كذا وقت، وقدرنا إن احنا نرجع تاني رغم إن كان في دروبات كبيرة حصلت بالعشرة أو الاتناشر بونت، بس قدرنا إن احنا نعوض على طول، نعمل كام باك بسرعة، ما خدناش وقت في التعويض. كانت الروح قوية جدا جدا النهارده الحمد لله. ده اللي حسب اللقاء بشكل كبير، ما كانش في فنيات في الاخر قد ما الروح. دي الحقيقة، دفاع قوي وروح قوية والناس كلها عايزة تكسب. فعلا روح المكسب يعني بقت خلاص بقت موجودة في فريق الباسكت بقوة، وروح الفانيلا الحمراء بقت موجودة في فريق الباسكت بقوة، وإن شاء الله نفضل مكملين على الروح دي، وبإذن الله ما نضيعش بقى بطولات مننا جاية خلاص. يعني باذن الله ناخد البطولات الجايه كلها على مدار ان شاء الله الثلاث اربع والخمس سنين اللي جايين باذن الله. والف الف مبروك للنادي الاهلي، مجلس اداره ولعيبه وفرق وكباتن وكل الناس في النادي الاهلي.